واعداد الكره. هنا تلص الكره بالفعل ممتازه، عرضيه لكن تتخلص من ياسر المسلم، تعود الى نور، نور يفضل لعبه عرضيه ممتازه. هدف اول، هدف اول عبد الملك زيايا. الخبره الاتحاديه هنا تاتي، امتصاص الحماس اولا اكثر من فرصه تضيع، ولكن لا تضيع كره عبد الملك زيايا اللي يضع كره رائعه ولا اجمل. هو نور، نور، نور ياتي بعرضيه رائعه في اتجاه المرمى تماما، تأتي برقب كرة، وهنا رقصة الفرح طبعا، ولكن الركلة المزدوجة الخلفية الممتازة كانت من عبد الملك زيايا تأتي بالهدف الأول للاتحاد. هذه عاد كرة عرضية، ياسر المسلم خارج من المرمى، خلص الكرة بشكل سليم، نور عاد رائعة 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 من نور، لأنه فيها عقل، فيها تفكير، فيها تكتكة، والتكتكة برضو جاءت من عبد الملك زيايا. وكأن عبد الملك زيايا عندما أخطأ في الإبعاد في الكرة اللي كانت داخل منطقة جزاء فريق نادي الاتحاد، أراد تعويض الاتحاديين بكرة هدف رائع وهدف أول مع فرحة خط الاحتياط الاتحادي، وفرحة أيضا باولو جورج المدرب الاتحادي. هدف في الدقيقة